السلام عليكم متابعينا الكرام. رغم رائحته النفاذة التي قد تزعج البعض، إلا أن البصل بمختلف أنواعه يتميز بفوائد صحية عديدة، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين سي ومركبات الكبريت والفلافونيد، وهو مضاد قوي للتأكسد، ويوفر خصائص علاجية قوية. كما يحتوي البصل على مركب البروفينول، والذي يلعب دوراً هاماً في منع وتقليص تطور الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكري، فضلاً عن دوره في تحسين مرونة الأوعية الدموية. وفي هذا الفيديو سنتحدث سوياً عن بعض الفوائد الصحية المذهلة لأكل البصل النيء، ستجعلكم تحرصون على تناوله يومياً بحسب ما جاء في موقع ديلي هيلز المعني بالصحة. ولكن قبل كل شيء، دعونا نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تقليل نسبة الجلوكوز في الدم. يتوفر في البصل مركبات تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، إذ أن تناول البصل يعزز من إنتاج الأنسولين. وأشارت دراسة نشرت في عام 2010 أن إضافة 100 جرام من البصل النيء إلى الوجبات الغذائية للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يقلل من نسبة السكري في الدم. الوقاية من تلف الكبد. يحتوي البصل على المواد المضادة للأكسدة، والتي تخلص من كافة الفضلات الموجودة في الكبد، وتقلل أيضاً من إلحاق الضرر بالكبد وعدم أداء وظيفته نتيجة تراكم الفضلات في خلاياه. زيادة كفاءة الجهاز المناعي. البصل يقوي مناعة الجسم، إذ يتوفر في البصل 25 مركباً محفزاً لمناعة الجسم. وبناءً على ما ورد في الأبحاث، فإن تناول البصل باستمرار يساهم في التقليل من أعراض مرض السكر والتسبب في حدوث اعتلال القلب وضعف العظام، وأيضاً يؤدي إلى حماية القلب. زيادة كفاءة الجهاز المناعي. البصل يقوي مناعة الجسم، إذ يتوفر في البصل 25 مركباً محفزاً لمناعة الجسم. وبناءً على ما ورد في الأبحاث، فإن تناول البصل باستمرار يساهم في التقليل من أعراض مرض السكر والتسبب في حدوث اعتلال القلب وضعف العظام. حماية القلب. يساهم تناول البصل النيء في الحد من حدوث عملية تخثر الدم، ويساعد أيضاً تناوله على الحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، إذ أن ارتفاعه يعد أحد الأسباب التي تساهم في حدوث اعتلال القلب وحدوث الجلطات. الوقاية من قرحة المعدة. يمنع تناول البصل الإصابة بقرحة المعدة، وذلك عن طريق التخلص من الجذور الحرة من خلال منع نمو جرثومة المعدة أو بكتيريا الهيلوباكتر، وهي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة. وفي النهاية، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فالدل على الخير كفاعله، مع تمنياتنا لكم دائماً بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.